نفَت ادارة مركب الحجار بعنابة ان تكون اللفائف المعادة من ايطاليا غير سليمة متهمة المجمع الفرنسي ارسيلور ميتال بالوقوف وراء القضية وكشف رئيس المدير العام للمركب في تصريح لنوميديا ان ارسلور او ارسلور ميتال رفض تحويل هذه اللفائف الى منتوج اخر بعد علمه ان المنتوج مصدره مركب الحجار في محاوله منه للتشكيك في سلامه هذه اللفائف المقدره ب 15 الف طن. احنا منتوج الحجار هذا مخدوم امينري لو مينوري تاعون زابو خضر سي مليح بزاف ال برون ان شارج ديكلاماسيون راحوا للطليان قعدوا مع من الناس هادو ما ناتنا لي ديفو يا با ديفو او كان ديفو دونك لي كليون تاعنا حنا ولا في احراج مع لو فونيسور تاعو هذا وين كيما لقينا شي ديفو لي كليون دو دوموندا قالو تاع تخدمهاش الوالدو باللي راهو حنا اليوم الشركه آه هذه شراها آه شراها, آه شراها ارشيل اوربيتال ومازلنا ما كملناش العقود وممكن نطول وشو هربوا من لونجمون تاعهم مع الكليون تاعنا عجبنا الدوكيومون تاع 15000 براما وين الكليون تاعنا يديكلاري باللي راي ملاح درنا جبنا بعث لنا الكليون وحدو كي شاف الجورنال يكتب بعث لنا ان دوكيومون دو بون اكزيكسيون